bu ñew ci tartil mu leen gëna téy bu baax ci inda ba'd inda ba'd al ulama ala sima tan man jilkum shi husari al mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatu الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا may tartil waratil alquran tartila am ñu wax na tartil mo boole tahqiq may bëgg def ni ak tadwir ak hadr bu ñëw ci tahqiq nak moy jang mi nga xamanteni nek di dut jang nank nga xam dañu ben da ngay tajwid harf yi harf nga tajwid me ñangum cheikh musa ismaeil lekin min ash-sha'b al-basit wala cheikh mujawwar cheikh husari ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون هم جانكم تحقق لا ولا يلين جان كبي شعب البسيط على سبيل المثال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءوا على قميصه بدم كذب وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر تحقق لبتي بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما الحاقة
كذبت ثمود وعاد بالقارعة. بنية الحضر على سبيل المثال هي مثال تبرنا نيو كاي جانغي كوملنا محسني المحسني ديكاي جانغي. بسم الله الرحمن الرحيم. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. تكون نيانغوم حاضر لا معنا نيانغوم واخ مانتني دا فاي غاو واي داغي اندك نك داغي اند دي مراعات باخا باخا باخ لب لي حقوقي اك مستحقي تبير حرف بو نيك نجيخ كو حقم جيخ كو مستحقم فري حرف بو نيك ني ген كو لن فمو ورا ген على سبيل المثال بني تدوير على سبيل المثال موم موي غنا ديب توتي حاضر موكي غنا غاو واي مو غنا ديب توتي على سبيل المثال من نجل نانغوم كان تاع ائمه الحرم نين دغ نيم لي غنا بري نيم نكاي جانغي ائمه الحرم كيما الشيخ محيس الشيخ عبد الرحمن السديس الشيخ عبد الرحمن الحذيفي افني لي بيمي الشيخ علي جابر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولا الشيخ عبد الرحمن الحذيفي علي عبد الرحمن الحذيفي كبك. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. نجد أئمة الحرم ولكن من الشيخ علي جابر ويقدم ما شاء الله ننجك تي أئمة إلى بوك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.